أعطيني مثل بيحكي عن العين وخذ جائزة. العين قصيرة وليد قصيرة. أعطيني مثل بيحكي عن العين. العين ما بتعلاش عن الحاجب. العين ما بتعلاش عن الحاجب صحيح. نعم. شو اسمك؟ محمد المؤمني. نعم. محمد المؤمني. محمد المؤمني. نعم. كان العقبة. أيوة. قديش لكم هون؟ أنا مواليد العقبة هون. مواليد العقبة. لكن أصلنا من إربد من هناك. أهلا وسهلا. أنا بتدرس؟ والله في الصف العاشر. وكيف حافظ هذا المثل كتير حلو؟ لأنه بتداول بين الناس يعني معروف عنه. حلو حلو كثير. العين ما بتعلاش على الحاجب. حلو كثير. نعم. شو أبوك بيشتغل؟ في البوتاس. في البوتاس. نعم. طبعا أنت فزت بجائزة البرنامج وهي عبارة عن إيش؟ اللي بتكون إياه حياك الله. إحنا أنت شو بدك؟ اللي بطلع منكم إيش يعني أنا؟ طيب احنا رح ناخذ من الموجودين الشباب اذا حدا بيعرف كمان مثل عن العين. بس معلش اسمحوا لي ما في جائزه لانه الجائزه طالعين نروح نجيب كنافه للبيت. احنا انت رايح تشتري كنافه؟ انا جبنا كنافه للبيت. شوف سبحان الله. معناته لازم انا اتحلى. اي حياك الله. لا تسلم. تسلم. تفضلوا معنا. ريتك سالم. الله يسلمك. ريتك سالم. رح ناخذ طبعا هو فاز بجائزه البرنامج اللي هي عباره عن 50 دينار نقدم له اياهم. واي حدا والله ما بعرف يا اخوي. ايوه يعني الشباب انا يعني الله حيو كمان عين. انا مبسوطه انه شبابنا اللي بهالعمر عم بيعيدوا التراث وبيحفظوا امثال كتير حلو. شكرا لك. الله يسعدك. بس خلينا نكسبكم عندنا اليوم على الغداء. الله يسعدك. لا لا خلينا نجيب لكم فيهم غدا صياديه. يسعدك. 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 شكرا. شكرا شكرا. خلينا ناخذ من الشباب اللي بيعرفوا يحكوا عن العين. طبعا ما في جائزه بس انا حابه اخذ امثال منكم ازود البرنامج. خذ العين قصيره واليد بصيره. العين قصيره واليد بصيره. صحيح يعني الواحد فيش بايده حيله يعمل شيء. طلع ورا العينه قالوا فزنا فزنا. معلش معلش ايش ضربوا لعور العينه قالوا فزنا فزدينا هيك يعني. هذا مثل مصري. مصري. انا مصري. مثل مصري. شكرا. عفو. شكرا. ايوه العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. صحيح. حلو حلو امثالكم. مين كمان بحب يعطي مثل عن العين؟ تفضل. لا هون. ايوه اجى كحلها قرا عينها. نعم صحيح اجى كحلها عم عينها. عم عينها. انا مستعجل. مستعجل على طول. صحيح. مين من على طول. نعم جاي من العقبة على طول يعني. اهلا. مين بحب كمان يحكي مثل عن العين؟ لا تعال شوي هون عشان الكاميرا. ايه لا هم الدين ولا وجع العين. يا هم الدين يا وجع العين. صحيح صحيح. مين بحب يحكي امثال عن العين؟ العين ما بتلا الحاجب. حكونا حكوها الاخوه. مين بحب؟ طيب شكرا للجميع. مرحبا. ميت مرحبا. كان العقبة. اي نعم. طب بدي اعطيك اللغز. اللغز بيحكي كائن حي ما بيشرب مي وما بيشم هوا لكنه حي. والله اعتبك على اللي بيعرف عن اعتبك على اللي بيعرف. السمكه في اللغز. هون هون هون. ما بعرف. ايوه ضفدع. القنفذ. ايه القنفذ. ايوه ما بعرف. ترى لا والله ما بعرف. كائن حي ما بيشرب مي وما بيشم هوا لكنه حي. كائن حي ما بيشرب مي وما بيشم هوا لكنه حي. سمك. نعم سمك. السلحفاء. طيب شكرا. الهواء. ايه الهواء. شوف هون القلم. ايه قلم. لا الحوت. ايوه الاسفنج. كان الاسفنج. اللغز بيحكي كائن حي ما بيشرب مي وما بيشم هوا لكنه حي. الاسفنج. لا كان العقبة. ها كم سنة لك هون؟ طول العمر. طول العمر. يعني 20 سنة. 50 سنة. أهلين. أهلا. طيب اللغز بيحكي كائن حي ما بيشرب مي وما بيشم هوا لكنه حي. والله ما أنا عارف. ها؟ ما أنا عارفه. أيوة نجم البحر. طاسة. طاسة في البحر. غطاسة. الرمانة. طب أنا أعطيني لغز. يجي على النار ما يتحركش. يجي في المية ما يغرقش. الفحمة. لا خيال الإنسان. صح. أيوة وجنة عرضها السماوات والأرض. شو اللي بين السماوات؟ واو. حرف الواو. أيوة إيش بنشتريه ما بنلبسه وبنلبسه ما بنشوفه. نلبسه ما بنشوفه. نشتريه الكفن. كفن. أيوة معلش شوي خلينا ناخد ألغاز منكم. تفضل يا أخي. إيش ناشف نصه مبلول ناشف مبلول.
حامل ومحمول، نص ناشف نص مبلول. سفينة. برافو عليك. سفينة. طيب. شيء له 90. إيش هو؟ له 90. هذا بشوف منيح منيح. بس شو هو؟ تلفون. لا صحيح. أيوة. إيش قد الفار معب الدار؟ قد. إيش قد الفار معب الدار؟ هذا ولد صغير بعيط كتير. سكان العقبة. نعم. كم سنة لكم؟ اللي حوالي 9 سنوات. 9 سنين. نعم. اللغز بيحكي كائن حي ما بيشرب مي وما بيشم هواء لكنه حي. الكتكوت اللي داخل البيضة. صح، الكتكوت اللي داخل البيضة. صحيح. نعم. لأنه نعم. هو اللي بوكل وبيشرب بس ما بتنفس برضو. ما بيشم هواء هو. ما بيشمش هواء. ما بيشم لأنه مسكر البيضة مسكرة عليه. ما بيشم هواء. نعم. نعم. يعني لو حدا حكى الكتكوت ما رح نقبله، لكن الكتكوت داخل البيضة هو اللي صح الجواب. شكرا لك. شكرا. نتعرف على اسمك. أحمد الخميس. أحمد الخميس. نعم. طبعا أنت فزت بجائزة البرنامج وهي عبارة شو بدك؟ والله وما في تنقية بس احنا انتو كريمين واحنا بنستاهل. كريمين واحنا وانت بتستاهل. شو رأيك تذكرة سفر عمان العقبة عمان؟ يا ستي كثر خيركم. كويسة؟ بقدر معروف. نعم. تروح فيها على يا ستي ان شاء الله خير. شكرا. شكرا لكم. فاز الاخ. شكرا لك. شكرا للتلفزيون. شكرا. شو بتشتغل؟ صاحب مركز تدريب سواقه. عندك اولاد؟ نعم. كم ولد؟ عندي 3 اولاد واربع بنات. 3 اولاد و4 بنات. المره هاي من ريحك من روحت عمان بالسياره بدك. نعم. تروح بالطياره وترجع. بارك الله فيكم. خلينا نتعرف على الاسم مره ثانيه. احمد الخميس. أحمد الخميس طبعا فاز بجائزة. نعم. البرنامج. ونعيد اللغز مع سوا عشان أقدم لك الجائزة. نعم. اللغز شو بيحكي؟ الكتكوت داخل البيضة. صحيح. أنا كيف حذرتك يا احكي لي يا حذرني يا حذرتي. كائن حي ما بيشرب مي. ما بيشرب مي ولا بيشم الهواء لكنه حي. لكن حي. نعم. شو رأيكم نعطيها تأتأ فيها؟ لا لا مبروك. أكيد بيستاهلها. طبعا تذكرة سفر عمان العقبة عمان احنا حابين عشان تسهل عليك المصر. شكرا شكرا شكرا.